has been engulfed in civil war for almost 10 years. It's cost hundreds of thousands of lives and displaced millions more. No one foresaw the peaceful protests of 2011 escalating into a complex conflict between various armies, geopolitical interests, rebel groups, and jihadists. How did it all begin? أول مرة طلعنا التصوير وقت التفجيرات هي كان تفجير عند ورا التلفزيون إنه لما فجروا السيارة وجمعت العالم هناك حتى في قسم الجامعة يعني جامعة دمشق في هناك مبنى لما جمعت العالم فجروا السيارة الثانية أول ما دخلت صحيح إنه شفت أول شيء تفجير هيك عادي بس لما شفت إنه ناس محترقة وسيارات تكاسي وبقلبها نساء وأطفال ومحترقة هيك فضلت يمكن غير الخوف اللي زرعته بقلبنا إنه نحن كسوريين ومو خوف من الأعداء لا خوف إنه من شيء عم يصير بالبلد ضل الريحة ريحة الحرق اللي عانينا منها. The first explosion was 9 years ago, but terrorists still pack vehicles with explosives and detonate them in densely populated parts of the city. The frequent explosions don't only kill and maim huge numbers of residents. People also live with the constant fear of death. In the first year of conflict, Damascus became a ghost town. فنحن طلعنا لبرا انه طلعنا هيك بعدنا انه في شيء حياة تانية بلشت عنا نحكي عالميا. هاي سوريا تبعيتنا ايه بس انه في حدا اجى من برا بيحاول يطردنا من سوريا تبعيتنا. Samir Al-Farah refuses to quit his high-risk job as a TV cameraman despite coming under sniper and mortar fire many times. It's thanks to Samir that we've been able to follow developments in Syria and how they affect ordinary civilians caught in the crossfire of this bloody conflict. صحيح انه هي ما فيها انه ممكن نقول بطوله بس الها قيمتها بالفتره اللي نحن فيها هلا يعني مو اي واحد بيحسب يشتغل اعلامي بالفتره اللي نحن فيها فتره الحرب على سوريا. قالوا سمير نحن الناس هون معنا ما كثير بياخذوا بيعطوا يعني بدي يتفاجئ نص الناس تهرب. صباح الخير دمشق. صباح الخير دمشق. أكثر مرة فتنا لجوا، أول مرة أنا بتذكرها فتنا هي كانت الميدان، منطقة الميدان بالشام. هاي كان أول اشتباك نحن بنعانيه بشكل مباشر. فتنا لجوا هون فتنا لجوا طلع جو معركة. نحن ما نفايتين طلع في جو معركة، في ناس عم تضرب الرشاشات، في ناس عم تحاول تقتلك، يعني نحن فتنا لما نزلنا من السيارة شفنا الدم قدامنا العساكر المصابة والعساكر المستشهد قدامنا، يعني في ناس عم تضرب كانت، مو إنه هذا، مو إنه مثلا ضربني كف وضربته كف، لا لا، كان معركة، معركة في حدا عم يضرب، في حدا داخل، في حدا غريب داخل هو الموضوع مو سوري. لما فتنا جوا لما نزلنا صار يضرب علينا رصاص بالميدان هربنا مدخل بناي انا يعني هربنا كده مدخل بناي صار يضرب علينا من الطرف الثاني صرنا نصور ونحن عم نصور حتى ونحن عم نصور جوا صرنا نطلع من شباك لشباك عم نصور منطقه الشباك كامله كانت هاي كيف نطلع من هون نحن لما دخلنا كيف نطلع من المكان هذا لما نطلع من هيك انا بتذكر حد الان من مدخل البناية ننتقل لا بس عن البي ام بي طالعين من هيك انه صار يضرب علينا بالرشاش فنحن راقدين هيك رقد صار القذائف تنزل علينا يعني تضربنا مو القذائف الرصاص يضربنا على البي ام بي نفسه عم نسمع عم نسكر الباب تبع البي ام بي عم نسمع صوت ضرب رصاص كل صبح لما بنفيق دائما بنقول انه نحن لساتنا احنا عايشين منيح لساعتنا مستمرين لانه الشيء اللي مر علينا مستحيل كان اي شعب ثاني يتعايش معه. فتره الحرب
لما بدأت الكل كان ما حدا فهمان انه شو عم يصير بسوريا. الكل كان مفكر انه احنا نطلع هون منطقة هون يتصلوا معنا انه هون مثلا انه فيه منطقة اشتباك. السوري شو بيفكر منطقة اشتباك؟ انه هون في قتالة، روحوا يلا خلينا نروح لهنيك. بضربني كف، بضربه كف، نبوس شواربنا، اذا كبرت نتصل بشرطة او بدخل جارنا. هيك كنا فاكرين احنا، هيك يعني هاي 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 حياة الانسان السوري كانت، يعني اكثر من هيك ما كان يتوقع انه يوجد شيء بسوريا. Anti-government demonstrations began in March 2011 and rapidly led to mass rioting. It was dubbed the Arab Spring and before long had descended into a full-scale armed conflict. فاجأنا كلياتنا بالأزمة، شيء لا يصدق صار بالبلد، ما حدا يعني كان متوقع انه يصير. وصار تطلع مظاهرات، بداية الأحداث والأزمة مظاهرات ما مظاهرات، صارت تتشكل مجموعات. بدنا نقول خمسة شهور ستة شهور كوننا مجموعة يعني لاحق المطلوبين المسلحين يلي زدتوا مناشير بالمناطق قدام المحلات قدام الدنيا، اللي حرضوا العالم تسكر المحلات تبعها، يهددوها بسلاح، يهددوها بالقتل. أستاذ روحوا لك يلا يعني يحملوا سلاح بالحارات يحملوا الدنيا. نحن مجموعة تكوننا من 4-5، صرنا بدنا سلاح مشان نحمي حالنا. مزبوط، وإذا صار شيء دنيا كذا هيك، لأن أول شيء ما كان معنا شيء، كنا نطلع هيك. اللي كان عنده مثلا بارودة صيد، اللي كان عنده مسدس قديم اللي معه كذا هيك، كان يطالعوا. At the very beginning of the crisis, most observers were convinced that it wouldn't last more than a couple of months. But the chaos sank into a worst-case scenario, and all diplomatic efforts failed, leading in the end to a raging armed conflict. All over the country, people took up arms in defense of their homeland, but very few managed to get home alive. أصل الاشتباك وقوة ضرب في قذيفة أربيجي دغري راحت، كانت معلقة بشرش ما بعرف شو. الحمد لله لغمت ولا دخلت، كلمة أخ ما قلتها من فضل رب العالمين. كنت بعرف إني خلص بجوز هاي نهايتي كذا، إنه صرت يجيني طلقات على الخوزة، يجيني رصاص على الخوزة، الرصاصة تصحط. أنا هون ما فكر إلا بس بولاد، ما فكرت إلا بولادي. طبعا بذكر أهلي بي وأمي كذا هيك وعائلتي وكذا، بس أكثر شيء بولادي. إني كنت مفخور كثير لأولادي أنا بالإصابة اللي كنت متصاب فيها. أنا عرفت كيف أولادي صغار كنت هيك أنحمي. بعض الأحيان عندي ابن صغير يقول لي وين أجري؟ بقول له بخان الشيخ، بيقول لي مين قوشوا كل المسلحين؟ هيك بيقول له. بقول له يا بابا أنا قوستهم عاد هنا يقوسونا، هذا الجيش ميقوسون مشان يرجعوا لي أجره. هيك قال بس أنت، بيقول لي طيب شو هيدي؟ بقول له هي أجر. قال لي هي أجر كتبت اللي راحت بخان الشيخ. شو هي؟ صار ولد صغير بدي صايره مثل ما بيعرف ولد صغير، بس كل ما عم يكبر شوي بيلاقي شيء إنه ما تصعبت عليه الامور، خلص تعود. كان ابني تعود، كان عمره مثلا نعتبره سنتين، صار عمره 3 سنين بس سنه بيوعى فيها، بيعرف انه صار هيك مصيري انا انه هيك انه اجي مكتوره وعايش. هلا انا طبعا عندي ارض فيها زيتون، طبعا ملكتها من والدي بيا، هو ملكني اياها يعني، وصرت اعطيني فيها بعد بيي ما اخذت رشوه، صرت اعطيني بالشجره كل سنه لها موسم الشجره بعملها. عندي تقريبا 30-40 شاب زيتون يعني بعملها. مثل هالسنه عملت الموسم الزيتون، كان اخذت تقريبا شي 800 حتى 1000 كيلو زيتون. هلا البيت اللي عنده عيلي بده يربي كل شيء مشان يكون اسرته وتعيشني، ما احتاج لحدا. اما ربي مواشي، بربي مواشي بقره مثلا مع عجله، بزرع الارض. المهم اول شيء انه المنيع على بيتي يعني، وبي يعني ما استفاد من حدا، انه خلص صحيح اني متصاوب، ما بدي اني بقى انه الانسان والله اني يدير باله علي، لازم بقى يدير باله علي بنفسي انا، اني اشتغل واعيش اولادي يعني اهم شيء. كان مواشي، كان بالارض، كان على تاكسي، المهم اني ربي اولادي. شو اخذت اليوم؟ كلها شو اخذت اليوم بالروضه؟ اخذت 10 كلها. وعندي اصحاب كثير ورفقه كثير كمان تصاوبت، شيء انه صارت طفيفه في صارت كبيره مثلي هيك. طبعا بنحكي مع بعض، بنزور بعض باستمرار يعني على طول، يعني مثلا جمعة عند فلان او جمعة عند الثاني او كذا، هيك بنحكي وبنقعد ونتذكر الايام اللي كنا فيها يعني بالجيش يعني بالاحتياط يعني. هي كل جمعة بتمرق علي مرة او مرتين يعني حسب مع رفقاتي المتصاوبين يعني.
According to the UN, by 2015, the Syria crisis had claimed around 220,000 lives. The situation was becoming critical for the sitting government's forces due to high levels of support for the opposition, both from Western coalitions and the Arab League. On the 20th of May, Syrian army soldiers, pressed by advancing ISIS fighters, had to leave Palmyra, just 240 kilometers from Damascus. The terrorists carried out mass executions, killing 400 residents who were loyal to Bashar al-Assad's government. نا احد عناصر الجيش متواجدين على احد الحواجز في مدينه ريف دمشق مهمتنا كشف المجموعات الارهابيه المتواجده في المنطقه والابلاغ عنها والتعامل معها وسحقها وتدميرها منع دخول الذخيره او المسلحين الى مدينه دمشق او السيارات المفخخه يتم التعامل على الحاجز مع المدنيين بكل احترام يتم طلب الهويه تاكد مطابقه الهويه مع الشخص تفتيش السياره بشكل دقيق وبشكل نظامي ومن ثم تفتيش السياره على الجهاز وفحصها على الجهاز للتاكد من سلامتها After weeks of Russian airstrikes against the terrorist group's infrastructure, the Syrian army launched a new full-scale offensive operation. بنأكد انه القوات الروسيه وجودها هلا حاليا بسوريا زادت من معنوياتنا لانه في تنسيق بين الجيش السوري وبين الضربات الجويه الروسيه وان شاء الله النصر قريب واتي باذن الله People can become accustomed to anything. Life does go on, despite the many hardships of war. كيف وضع الحارة؟ والله الحمد لله أمور الحارة تمام وجيدة والحمد لله كل شيء بأمان وموفر. كيف محبة عند العالم؟ والله في الحمد لله عند متكاتف بين كل الناس يعني وأمورنا كثير جيدة وتمام الحمد لله وفي محبة واجدة والله. تصدوا لنا منين الاهالي ولا منين تصدوا مصاصبه؟ والله في عندنا كباريه بالحاره، في عندنا لجنه يعني وقفنا بوجهن فهمناهم الموضوع، عرفوا انه ما لهم خبز هون تركوا حملوا حالهم مشوا طيب ضل حدا منهم هون بس قاعد فاهم الوضع ضل قاعدين هون؟ فاهم الموضوع تأدب تأدب شوي وفاهم الموضوع على ما قلت سمع الكباريه كله هلا عم يدافع عن بلده يعني الكباريه لعبوا دورهم انه فهموا كل العالم تماما في لجان وفي كل شيء الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله يعطيكم العافيه وان شاء الله تضل حاره كرياتو الله يخليكم ان شاء الله حاره تضل تسلم الله يعطيكم العافيه شكرا وراسي استاذ الله يعطيكم العافيه شكرا شايف اي جو حركه تفضل الله يخليك سلامتك كيف صحتك؟ تفضلي اول شيء شكرا لك تفضلي كيف صحتك؟ قد ايش صار لك بالحاره هون؟ صار لي 60 سنة 60 سنة، كيف الحارة؟ كيف كانت؟ تجنن كيف كانت؟ كانت تنقطع الكهرباء شيء؟ لا لا ولا كيف؟ يعني ثلاثة بثلاثة ولا كيف؟ من شو؟ طبعا الله يعطيك العافية كيف اللي عايشين؟ كيف عايشين سوى العالم؟ الحمد لله والله بخير تمام شو اسمك انت؟ حسن حسن؟ اي صف؟ سابع According to UN statistics, more than 1,000 children die in Syria each year. And each day of armed conflict represents yet another day of happy childhood stolen from those who survive.
الصاد له قدرة على الشخص القادر أنه يقعد بيطلعوا من الدنيا كلياتها. الصاد حالة تانية بتبعد عن المشاكل الناس كلياتها، عن مشاكلك حتى أنت بتبعد عنها. أنا بقعد على الصاد مو تحت الست ساعات سبع ساعات أو بطلع سهرية الساعة مثلاً ثلاثة بعد الظهر، ما برجع على تاني يوم الصبح. بكون تفكيري كلياته مركز للقصبة، أنه على السمك، على حالة الطقس، الهواء، الموج، عيلة معنو عيلة، السنارة، زباط زبيط بدأ شيء، يعني دنيا تانية. Rami believes he was lucky. He only lost an eye to the war, but he came back alive. Rami Bashir, مواليد 84. طلبت لخدمة العلم 2011 الشهر السابع. التحقت بالشهر الثامن. التحقت بالمدينة بالعاصمة بالشام. ضليت فترة من الزمن فيها. بعدين إجا أمر مهمة طلع حمص. الله أكبر. مع المناورات والمعارك أدينا لإصابة بصاروخ حراري أتينا من ضمن المدينة من جوا. ضربت معنا العربة. على ضربة العربة نحن تصابنا. كنت أنا وزملائي كلياتنا نطلع، كنا شيء حدود 25 شخص ضمن طاقم العربة. ضمن طاقم العربة 25 تصابوا واستشهد معنا اثنين. كانوا من خيرة القوات يعني بسياقة العربيات. كانوا متمرسين بشكل. يلا الحمد لله، ما فينا نقول غير الحمد لله. يعني هلق راحت الآن، فيك تقول أهون أهون على البني، أهون على الإنسان. هلا مثلا راحت إجره صعبة، حتى يركب طرف، يسعب بقى الجهات المختصة حتى يركبه طرف حتى فيه يمشي، ما تكون صعبة له. بتروح إيده بيضل عنده التيني كمان بيضل صعبة له. بس أنا عين الحمد لله، أنا ما عندي مشكلة فيها. بدي تغدى هلا يا عم، حطها هون يا عم. انا مسك هذا مسكه حبه. حطه هون، حطه هون تسوي. اقول لولي لك ايه؟ هن ان شاء الله بياكلوا احلي زين. شكرا قبل الله. مضبوط لك ايه؟ شو اسم الفرخ اللي عندك؟ صراحة أنا ست شهور ما راح أقول لك ما كانوا صعبين، كانوا صعبين. بس دائما الأمل موجود. صحيح أنت طالع من بعد ما بتكون إنسان بكامل عقلك بكامل جسدك، مناقصك شيء، توصل لمرحلة إنه ناقصك شيء بشكل محطم، معنويات بعد المعركة القاسية إنك تطلع تجي على النقالة. بس نحن الحمد لله استقبلونا بالدمعة الحلوة، ما دمعة بكي، كانت دمعة فرح. هالدمعة الفرح بتنسيك. بهالست شهور بتكون بحالة لا إرادية بتكون إليك. تحس حالك بترجع متقاتل بالمعركة نفسها، وانت بتتخبى، بتوطي راسك، بتطلب، يعني بتهيئ لك شغلات انك انت ساتك بالحرب نفسها. The ousting of the Islamic State terror group was one major outcome of 9 years of war in Syria. It created a chance to seriously consider the possibility of moving from war to peace. Life is starting anew in Syria's liberated cities. Refugees are returning to homes that were destroyed by war. Streets ruined by endless terrorist attacks are now being cleared. Many are starting to believe that the worst is behind them. هاي الشام، هاي الشام كانت عروس الدنيا. الشام اللي كانت كنا نسميها عروس الدنيا، هلا صرنا نسميها أم الشهداء. طبعا ما بيزور الشام، ما بيزور المرجة، ما بيزور سوق الحميدية. أكيد سوق الحميدية أكيد رح يكون في عنا بقداش، أحلى بوظة بالصيف بالشتاء، حتى بنص الشتاء والعالم كلها بردانة بزيارة تزور بقداش. هي بوظ بقداش. كل العالم بتيجي على الشام إجبار لازم تجرب بقداش. بوظ بقداش معروفة بكل، مو بس بسوريا ولا بس بالشام،
كل العالم كل العالم جبلها بتجي على سوريا لازم نجرب البوظة هاي. بحسد الناس هاي بحسد الناس هاي إنه لحد الآن صحيح إنه عم تحس بالعذاب عم تحس بالحصار عم تحس بكل شيء صحيح إنه الحرب ماشية عندها بس حابة إنه تستمر بحياتها راح تضل عايشة الشام راح تضل عايشة بأهلها راح تضل عايشة بكل شيء فيها بأسواق راح تضل عايشة حتى كل شيء يرجع مثل ما كان هاي شامنا راح تضل شامنا نحن راح نضل عايشين فيها عبدي حبي عبدي لا تحت هاي نقطة إلي النقطة هذا للحجي اللي تحت الله وكيلك حزبك حزبك بالسلام قاعد له تركه ما فيها شيء طيبه طيبه خمسه 375 و150 ده صاروا معوضين احلى ها انا بغلي لك انا ارخص شو احد بكل السوق يسلموا غالي هلا بعد ما راح بيتنا بحلب نحن اهلي بهالبيت هذا الصغير حسيت انا يضلوا معي 3 سنين او سنتين ونص تقريبا خليتهم يضلوا هون كان وضعنا الثاني ما مستقر حتى ماديا حتى كل شيء ما كان مستقر وراح بيتنا راح مكتب تبعي راح راح كل شيء كاميراتي وهيك مرحبا تسلم تسلم وراح كل شيء هيك انه كل شيء كنت املكه انا انه بلشت في حياتي انه كان لازم هو يعيشني ما بعد انه اكبر يعني مكتب تصوير ومكتب حتى قنوات ومكتب حفلات انه لازم كان يعيشني غير شغلي طبعا بالتلفزيون انه لازم كان يعيشني هذا كله راح يعني وحتى البيت راح أنا إلكم يعني بس بقى أنتوا ضل عنكم يعني هلأ هدول إن الأهل اللي علموني حب الوطن هذا الأبي شاعر كمان كل قصائده عن البلد ومعروف بشعره عن البلد دائما كان يعلمنا إنه البلد أهم شيء أمي علمتنا المحبة دائما إنه حب البلد هذا أهم شيء كل بيعتبروا مثلا انه بيعتبروني بالتصوير كله بيحكي انه بروفيشنال وتوب بيعتبروني كان بامكاني بكل سهوله اترك البلد واشتغل وين ما باي مكان يعني وكثير اماكن حتى انطلب فيها بس لا انا اخترت هون نضل وحتى هون اول مره يمكن وهون انا راح يعني جدي وستي هون قبرتهم ما رح اترك قبرهم هذا كله هذا لي هدول لي هاي منطقتي هاي الخط الاحمر تبعي ما رح اترك لحدا يعيش غيري انا هون ذكرياتي هون ولدت هون رح موت حتى لو سافرت بواسطة رح اكتب انا بسوريا بدي موت